اهلا بيكم شباب الفرقة الثالثة، شعبة محاسبة وشعبة إدارة. بعد ما اتكلمنا على الفريم ورك بتاع التاكس اكاونتنج، واتكلمنا على التاكس اون ناتشرال او الانكم تاكس، وعرفنا ايه هي الانكم تاكس اند اتس كاركترستكس، وفهمنا التاكس ديكلاريشن وبيتقدم امتى و ازاي اصلا اسجل نفسي كشركة او كفرد عامل مشروع او نشاط علشان اقدر اقدم التاكس ديكلاريشن بتاعي. هنتكلم النهاردة عن ازاي نحسب التاكس. وطالما قلت نحسب التاكس فاحنا بنتكلم عن ايه يا شباب؟ بنتكلم عن انكم او تاكسبل نت بروفيت. تاكسبل نت بروفيت يعني النت بروفيت ذات ويل بي سبجكت تو تاكس، وهو عبارة عن الفرق ما بين الريفينيو اند اكسبنسز اللي هي بنسميها ديدكشنز. ليه ديدكشن مش اكسبنسز بس؟ لان ممكن يبقى في بعض الاعفاءات ايه بينص عليها القانون فتبقى اشمل يعني من مفهوم expenses. بس طبعا لازم يبقى taxable revenue و taxable deduction، لان لازم يبقوا من وجهة نظر ايه زي ما اتفقنا، من وجهة نظر التاكس office. تمام كده؟ طيب يبقى ده معناه ان اي تاكس في الدنيا هنتكلم عنها احنا لازم نحسب لها ايه، لازم نجيب التاكسبل ريفينيو اند تاكسبل expenses. طيب هنتكلم النهاردة بقى عن التاكس اون نون كوميرشال بروفيشنال بروفيت، يعني التاكس ذات ويل بي امبوزد على النون كوميرشال اكتيفيتيز او الناس اللي هم الايه البروفيشنز اللي هي المهن الحره الغير تجاريه. المهن او الحرف يعني برضو الارت وورك والكلام ده كله، الحرف والصناعات اليدوية والكلام ده كله برضو انكلودنج في الضريبة دي. طيب يبقى السكوب اوف ذيس تاكس ات ويل بي امبوزد اون ذا نت بروفيت درايف فروم النون كوميرشال اكتيفيتيز. يبقى في نقطة مهمة جدا عايزين نتكلم عنها في الحتة دي، هو ايه الفرق ما بين النون كوميرشال اكتيفيتي اند ذا بروفيشن؟ يعني ايه الفرق ما بين، او بمفهوم تاني ايه الفرق ما بين البروفيشن والارت وورك؟ عايز صفحه تعملوا لي ريسيرش عن ازاي القانون فرق ما بين المهنه والحرفه، ازاي القانون فرق ما بين المهنة والحرفة. هدي لك مثال بسيط. مثلا احنا اتفقنا ان الضريبة دي will be imposed على المهن الحرة زي الدكتور والمهندس والمحامي والمحاسب والفنان والنجار تمام. ففي بعض الحرف بتinvolve physical work، انا بأدي بالنشاط بتاعي بإيدي صح كده، فدي بنقول عليها حرفة. تمام. وفي مهنة بتريكواير فيزيكال اكتيفيتي او اديوكيشن باديوكيشنال باك جراوند زي مستشار هندسي زي صح كده، زي جراح، زي يبقى دي حاجات بتانفولف ايه الفيزيكال ابيليتي او المنتال ابيليتي. تمام. انا عايزك بقى تديني ريسيرش من اهو، اكتبه هنا عشان تبقوا عارفين اهو ريسيرش عن ايه، ازاي القانون فرق ما بين البروفيشن والارت وورك، ايه الفرق ما بينهم. تمام. طيب نرجع لموضوعنا. يبقى اي تاكس في الدنيا will be imposed on the net profit، وعشان اجيب النت بروفيت هو عباره عن التاكسبل ريفينيو ماينس التاكسبل اكسبنس. احنا بندرس اني بقى نوع من الضرائب هنقدم الاقرار لمين؟ للنون كوميرشال بروفيشنال بروفيت. بشكل عام كده النون كوميرشال زي ايه؟ زي الاكاونتنت واللوير والدنتست والجورنالست والميوزيكان اند سو اون،
واتفقنا ان ده انت هتفرق لي بقى ما بين ايه المهن والحرف وازاي القانون فرقها. السكوب اوف ذيس تاكس ان التاكس دي ويل بي امبوزد اون ذا نت بروفيت درايفد فروم ذا فري بروفيشن اند ذا نون كوميرشال بروفيشن، المهن الحره والغير تجاريه. which will be practiced independently، يعني انت بتمارسها بصوره مستقله مش مع شركه مثلا وباخد سالري او كده، انا ببراكتس ذا بروفيشن اندبندنتلي. بيقول لي ان this type of tax is imposed on the net profit، بس القانون حتم ان الضريبه دي will be imposed on cash basis. on ايه يا شباب؟ cash basis، يعني مش زي ايه؟ مش زي المحاسبه او الاكاونتنج ستاندردز اكرول بيزس، لا كاش بيزس هو كده. انا بمشي تبع ايه؟ الرولز اند ريجوليشن. طيب خلي بالك ان ذيس تايب اوف تاكس مالها؟ ذيس تايب اوف تاكس يعني عايز اقول لكم ايه؟ ان ذيس تايب اوف تاكس تعتبر انكم تاكس. انكم تاكس يعني الكاركترستكس بتاعتها تشمل جميع الكاركترستكس اوف الانكم تاكس، اللي هي دايركت بيرسونال ابلاي ذا سوشيال اند ايكونوميك كونديشن، يعني بتطبق على كل الدخل جوه مصر سواء من ناس صح كده، بتطبق على الدخل اللي هيتحقق بره مصر اوتسايد ايجيبت، بشرط ان انت تبقى practicing your profession هنا او المين اوفيس بتاعك هنا. يعني كل الخصائص بتنطبق على التاكس اون نون كوميرشال، هي طبعا الايه الانكم تاكس، الانكم تاكس لان ده نوع من انواع الانكم تاكس. طيب احنا اتفقنا هندرس الضريبه على البروفيت، واي بروفيت في الدنيا هو عباره عن ريفينيو ماينس ديدكشن، يبقى هنمسك الاول الريفينيو وبعدين نمسك الديدكشنز او الاكسبنسز. بيقول لي this kind of tax is imposed on the net profit which is realized in Egypt or if it's realized outside Egypt the main place of the taxpayer should be in Egypt او exercising الاكتيفيتي بتاعه in Egypt. يبقى عشان تبقى عارف او تقدر تعمل الاقرار الضريبي لاي نوع من انواع الضريبه، انت لازم تبقى عارف اول حاجه مصادر الايرادات بالنسبه للراجل ده ايه. يبقى هنتكلم على التاكس بالريفني من وجهه نظر القانون، وبعد كده هنتكلم على الديدكشنز او التاكس. انا هتكلم اول حاجه عن التاكس بالريفينيوز. عندي لاي نون كوميرشال اكتيفيتي ثلاث مصادر للدخل، وانت بقى زي ما اتفقنا هتفرق لي ما بين مهنه والحرفه والكلام ده كله، مفيش فيه مشكله. طيب قال لي نمبر 1 كل الريفينيو اللي جاي لي فروم براكتسنج ذا بروفيشن، يعني ايه؟ انا بتكلم هنا عن ايه الايرادات اللي خاضعة للضريبة. جالي 100,000 جنيه، ال 100,000 جنيه هدفع عليهم ضرائب، هي دي بقى اللي انا بتكلم عليها التاكس بالريفينيو. تمام اتفقنا؟ فاول مصدر للدخل هو الريفينيو درايفد فروم براكتسنج ذا بروفيشن، يعني اي فلوس جايه لي من ان انا عملت ايه؟ زاولت المهنه بتاعتي. طب جايزه؟ لا. طب مسابقه وكسبتها؟ لا. طب تمام، يبقى لازم يكون ريليتد للايه يا شباب؟ للبروفيشن بتاعتي، للمهنه اللي انا باديها، عشان انا بتكلم عن اني نوع من انواع الضرايب، التاكس اون نون كوميرشال بروفيشنال بروفيت. اتفقنا؟ بشرط ان يكون اون كاش بيزس وانسايد ايجيبت. طب لو قال لي ان انا عملت جالي ريفينيو فروم اوتسايد ايجيبت، لازم يقول لك ان المين اوفيس بتاعي هنا، لو ما قالش المين اوفيس هنا يبقى خلاص ما ينطبقش عليها الضريبه دي. فبيقول لي ان التاكس امبوزد اون ذا ريفينيوز او التاكس از امبوزد اون ريفينيوز فروم اول فاريس تايبس اوف اوبريشنز ريليتد تو ذا بروفيشن according to cash basis the amount actually received. So any revenue received in advance will be subject to tax.
But if we have done our practice, a profession, a work, but we didn't receive any money, so it will not be included in the taxable revenue. ليه؟ لان دي accrual basis. وانا قلت لك احنا في الضريبة دي ماشيين ايه يا شباب؟ ماشيين cash basis. مين اللي قال كده؟ القانون هو اللي قال كده. طيب زي ايه مثلا will be subject to tax؟ ال revenue of an accountant مثلا including the fees of auditing, preparing a tax return, designing accounting system. تعرف المحاسب طبعا بيقدم اني نوع من الخدمات، سواء احنا هنعمل management consulting، هنعمل preparation of financial statements، هنعمل auditing. كل ده انا هنا بتكلم عن اني نشاط ان في حد فتح مكتب محاسب. طيب ال revenue of a physician include the surgical operation, medical examination، الدكاترة والكلام ده كله. طيب تاني نوع من انواع ال revenues هو ال capital gains. طيب ايه بقى ال capital gains دي؟ ال capital gains هي بالعربي اسمها ارباح رأس مالية. مش فاهم يعني ايه ارباح رأس مالية؟ يعني ال 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 لو انت عندك اسد والاسد ده اتعمل له ديبريشيشن وانت جيت باته، البيع ده هينتج عنه مكسب او خسارة، صح كده؟ فمثلا لو انا عندي عربية ب10,000 جنيه، يوسفل لايف 5 سنين، يبقى كل سنة بعمل لها ديبريشيشن ب2000 في السنة، ده الديبريشيشن اكسبنس. اتفقنا؟ العربية دي عندي بقالها 3 سنين، يبقى حصل لها depreciation قد ايه؟ بنسميه accumulated depreciation. 2000 × 3 يبقى 6000، صح كده؟ انا جيت بقى قلت لك ان انا بعت العربية دي بسيلينج برايس، مثلا يا سيدي بسيلينج برايس 7500، هينفع تقارن 7500 بالكوست بتاعت العربية؟ الكار دي الكار كوست؟ لا طبعا ما ينفعش. ليه؟ لان انا بقى لي 3 سنين بعمل لها depreciation. فلما اجي اقارن السيلينج برايس بقارنه بالايه؟ بالبوك فاليو. ايه البوك فاليو ده؟ البوك فاليو يعني الريميننج اماونت او الريميننج فاليو ان ذا اسيت، اللي هو عباره عن الكوست ماينس اكيوميليتد ديبريشيشن. طيب الكوست بتاعت العربيه دي كام؟ الكوست بتاعت العربيه 10,000، الاكيوميليتد ديبريشيشن بقى لها 3 سنين بهستهلكها، يبقى اكيوميليتد ديبريشيشن 6,000. يبقى ده معناه ان البوك فاليو ذا كوست، وانا هنا بجيب البوك فاليو، هو عباره عن 4,000. لما اجي بقى احسب الكابيتال جين، هي عباره عن السيلينج برايس ماينس البوك فاليو. يعني ايه؟ انت القيمة المتبقية في الاسد ده 4,000، خلاص انت بقى بعتها ب7,500، يبقى انت عندك 3,500 جين، بنسميها كابيتال جين. طب لو انت بعتها ب2,500 3,000، يبقى دي اسمها كابيتال ايه؟ كابيتال لاس. يبقى الكابيتال جين هي الفرق ما بين ال سيلينج برايس والبوك فاليو اوف سيلينج اللونج تيرم اسيتس. طب لو انا عندي مكتب محاسبة، مراجعة، عيادة، اي حاجة فيها equipment والكلام ده كله، وبعت الايكوابمنت دي مش ممكن اكسب، صح؟ يبقى المكسب ده ماله؟ subject to tax. subject to tax on non-commercial، بنسميها capital A gains. بس القانون حط شروط عشان اعترف بالمكسب ده وادفع عليه ضريبة. قال لي ان لازم الاسيت ده يكون يوزد ان ذا بروفيشن. يعني ما ينفعش مثلا يبقى عندي بيرسونال كار وبعتها واحسب الكابيتال جين بتاعها، لا ما ينفعش. لازم الاسيت ده يكون ريليتد او يوزد ان البروفيشن بتاعتي. طيب تمام، يبقى ده موضوع الكابيتال جين. يبقى تاني التاكس اون نون كوميرشال، ضريبه على المهن الحره الغير تجاريه. مين اللي هيدفع الضرايب؟ النون كوميرشال، النون كوميرشال اكتيفيتي. طيب النون كوميرشال اكتيفيتي ده ليه سيرتن كاركترستكس. ايه هي السيرتن كاركترستكس؟ نمبر 1 قالوا ايه؟
لازم الريفينيو يبقى from practicing the profession، واتفقنا ان شرط يكون كاش بيزس وانسايد ايجيبت. اتنين الكابيتال جينز، كل الكابيتال جينز from selling الاسيتس used in the profession will be subject to a to tax. طيب لو انا جيت دلوقتي قلت لكم يا شباب ثالث نوع من الريفينيوز that will be subject to tax، قال لي كل الريفينيوز اللي ريليتد لل اي ريتيرن اي عائد from the transfer of expertise assignments and disclosure اللي هو intellectual properties او property right. إيه مش فاهم يعني ايه الكلام ده؟ احنا طالما بنتكلم عن مهن حرة وابداع وفن صح وخبرات ومستشارين، يبقى اي عائد هيجيلنا من نقل الخبرات والاستشارات والملكية الفكرية لو كتاب مثلا ملحنين مغنيين صح will be subject للتاكس. يعني الناس دي ممكن يجيلها فلوس نتيجة الابداع الفني والفكري والكلام ده كله صح، يعتبر زي practicing the profession. يعني ال tax imposed on the return of the transfer of expertise assignment أو of the place of practicing the profession. لو أنت مثلا أجرت عندك عيادات مثلا وأنت شغال في عيادة والباقي مش مستغل فأجرته، ده will be subject to tax. ال amount paid for the sale and use of intellectual property اللي هي مثلا copyright وال patent and so on، اللي هي حقوق الايه الملكيه الفكريه، leasing clinic and its equipment and so on. تمام، يبقى لما اجي اسالك الكلام ده احنا بنقوله قبل ما نبدا علشان تبقى فاهم الموضوع ماشي ازاي. لما اجي اسالك واقول لك ال non commercial activity will be subject to tax، هتقول لي اه طب هقول لك اني نوع من الريفينيوز that will be subject to tax، هتقوم قايل لي ان النون كوميرشال اكتيفيتي هيتقسم لريفينيو وديدكشن. ف لما اجي اتكلم عن الريفينيو هتقول لي ان النون كوميرشال اكتيفيتي ليه ثلاث مصادر من الريفينيوز هما اللي will be subject to tax. ايه هما؟ نمبر 1 الريفينيو from practicing the profession، نمبر 2 ال capital gains from selling ال assets long term assets of the profession، number 3 return of the expertise assignment and disclosure. ولما حضرتك تيجي تقول لي ال revenue from practicing the profession لازم يكون on cash basis وinside Egypt، ولو اوتسايد ايجيبت لازم يقول لك ان الراجل ده المين اوفيس بتاعه فين. ايوه انسايد ايجيبت زي ما اتفقنا. طيب لما اجي دلوقتي اتكلم عن اني انواع من الريفينيوز will not be included في الضريبه دي، يا اما عليها ضرائب تانية يا اما معفيه من الضريبه مش قضيتنا. قال لي كل المونيتري برايزز الجوائز النقديه، لان ملهاش علاقة بالجوائز دي بيبقى عليها النوع تاني من الضرائب. احنا بنتكلم عن اني نوع بس من الضريبة التاكس اون نون كوميرشال. طيب ايه تاني؟ احنا بنتكلم على الانواع الضريبة اللي يعني انواع الريفينيو سوري اللي معلهاش الضريبة دي او مش هيتفرض عليها التاكس اون نون كوميرشال. ال amount received from television speech، يعني لو انا عند بقى هعمل برنامج وهيستضيفوني وهياخد مبلغ، لا ال amount دي برضو ما مش خاضعة لضريبة المهن الحرة الغير تجارية، خاضعة لنوع تاني من الضرائب مش قصتنا. احنا بنتكلم عن tax on non-commercial. ال state incentives and bonus الجوائز الدولة اللي باخدها سواء عينية تقديرية اي جوائز هاخدها من الدولة. المونيتري prizes from publishing research and scientific books or translating scientific book.
الكتاب والمؤلفين لو هياخدوا جوائز على الأبحاث والنشر والكتب والترجمة والكلام ده كله معفية من الضريبة. الـ revenue received ملاحظين دي قلت ايه؟ معفية من الضريبة عشان اشجع الناس على الأبحاث والترجمة والكلام ده، انما دول ممكن يكون خضع او خاضعين لأنواع تانية من الضرائب. الـ revenues from practicing the work outside Egypt، انت خلاص عرفت الكونديشن بتاعها، عشان الـ revenue يبقى taxable لازم يكون لو outside Egypt، لازم تضيف على طول معايا شرط ان المين اوفيس بتاعك يبقى ايه؟ يبقى inside Egypt. بعدين هنتكلم على deductible cost، بس مش المحاضرة دي، احنا الاول بنتكلم على الـ revenues بعدين نتكلم عن الـ deductible costs. فده الاقرار الضريبي شكله، وهنا الـ taxable revenues، وقال ان الـ revenues of a free profession، الـ revenues resulting from a sale of the intellectual properties, the capital gain, the return of the transfer of the expertise assignment, the amount received as a result of disclosure of the places of the profession, other revenues، كل الإيرادات الخاضعة للضريبة، وبعدين بنجيب الـ total taxable revenue. اتفقنا؟ لسه برضو الجزء بتاع الـ deduction. طيب تعالوا نتكلم عن الاكزامبل ده ونعمل هنا تاكس ديكلاريشن، ونقول ان ده تاكس ديكلاريشن. لواحد اسمه لمحاسب، تمام، فور ذا يير 2000 وكذا. عايزين نحسب له التاكس بالريفينيو، مديني اكسبنسز، احنا ما خدناش غير الجزء ده. طيب هنا التاكس بالريفينيو مدي لك بعض البيانات وبيقول لك احسب لي التاكس بالريفينيو او التاكس بالنت بروفيت، فاحنا هنتكلم على الجزء بتاع التاكس بالريفينيو. وحضرتك تقول لي الحاجات دي انكلودد في التاكس ديكلاريشن ولا نوت انكلودد في التاكس ديكلاريشن. طيب يلا شباب، اول حاجة جاله 24,000 retaining fees. retaining fees يعني ايه؟ يعني fees كانت retained محتجزة واستلمها دلوقتي. طيب افتكر معي ان الضريبة دي هتتفرض على ثلاث انواع من الريفينيوز ريليتد للتاكس اون نون كوميرشال. ايه هي؟ كل الريفينيو فروم براكتسنج ذا بروفيشن شارت اون كاش بيزس وانسايد ايجيبت. 2 الكابيتال جينز فروم سيلينج النون بروفيشنال اسيتس. 3 الريتيرن اوف الاكسبرتيز اساينمنت ديسكلوجرز اند سو اون. صح كده؟ طيب فلما يجي يقول لي ريتيننج فيز 24,000، انا بقى عايز اسالكم سؤال، انكلودد معانا وتبقى تاكسبل وعليها ضريبه ولا لا؟ تبقى تاكسبل وعليها ضريبه. ليه؟ لان انت قلت الضريبه دي هتتفرض على الكاش بيزس. طب انا كان ليا فلوس واستلمتها، خلاص يبقى خاضع للضريبه. طب انا ما سجلتهاش كريفينيو في الوقت اللي انا خدتها فيه، تسجلها ده انت لو ماشي اكاونتنج، انما انت هنا تاكس اوفيس فماشي تبقى طبقا للقانون. طيب احنا هنا في سنه 2008 وبيقول لي ان انا استلمت فيز 5000 ايجيبشن باوندز فيز بيلونج تو 2009، يعني للسنه الجايه الفيز بيلونج ل 2009 اللي هي السنه الجايه، يعني لو احنا دلوقتي 2021 يبقى ريليتد ل 2021 22 انكلودد معايا في التاكسبل ريفينيو ولا لا؟ ولا لا included؟ ليه؟ تكتب لي كده، عشان دي on cash basis، انت اخدت fees for a service that will be rendered in the future، ما القانون ملوش دعوة، طالما استلمت الفلوس والفواتير موجودة يبقى هتدفع عليها ضرائب. هتقول لي طب ما انا ممكن ما سجلهاش. طب ماشي، ما انت قلت بقى هندخل في ناس عندهم keeping regular books وناس not keeping regular books، وندخل بقى في تقدير جزافي وقصص كبيرة كده مش قصتنا، تمام؟ يبقى طالما استلمت فلوس لخدمات هعملها بعد كده، طالما استلمتها في السنة
اللي انا فيها يبقى it will be recorded as a revenue في السنة اللي ايه اللي انا هعمل عنها preparation للtax declaration. طيب الفيز belong to a Syrian industrial company 16,000 included ولا لا؟ فكر معايا كده. لا مش included. ليه؟ لان دي بكتب كده null not included. لان دي ايه؟ لان دي outside Egypt، وانت جيت قلت الضريبة دي هتتفرض على inside Egypt بس. هتقول لي لا، اقول لك كان لازم يكتب ان دي received from practicing the profession وان المين اوفيس بتاعي انسايد ايجيبت. فلو كان كتب انسايد ايجيبت هعترف بيها، انما المين اوفيس، انما ما كتبش خلاص يبقى هعتبر ان دي شغلانه خارجيه احنا ما نعرفش عنها حاجه. طب الكابيتال جين، كابيتال جينز فروم سيلينج الاير كونديشن او النون بروفيشنال اسيتس اللي هي اللونج تيرم اسيتس دي انكلودد معانا عادي 54,000. واقوم عامل كده ان ده التوتال تاكسبل ريفينيو. يعني ايه توتال تاكسبل ريفينيو؟ يعني هو ده التاكسبل ريفينيو ذات ويل بي سبجكت تو ايه؟ تو تاكس. طيب كام دول؟ £83,000. يبقى الراجل ده ايراداته الخاضعة للضريبة 83,000 جنيه هما اللي احنا هندفع عنهم الضريبة. بس ما تنسوش ان هو عنده مصاريف، يبقى لازم نشيل من ده ايه؟ الديدكشنز. طيب الديدكشنز او الاكسبنسز، الديدكشنز او الاكسبنسز هو ده موضوع المحاضرة اللي ايه اللي بعدها او اللي جاية ان شاء الله. تمام؟ يبقى انا عايزك تفهم لي النون كوميرشال اكتيفيتيز، هيبقى ان شاء الله الموضوع سهل جدا مفيش فيه مشكله. عايزك تقرا لي في الموضوع ده، تشوف لي تطلع لي القانون المصري على المهن الحره، تقرا لي كده وتفرق لي ما بين المهنه والحرفه والقانون قال ايه، وتشوف لي التعديلات بتاعه الضريبه دي ماشية ازاي بالظبط في الجزء بتاع الايرادات. تعمل لي بحث كده من ورقتين ثلاثة شاملة طبقا للقانون المصري اللي موجود حاليا، شاملة باخر تعديل يعني. تمام؟ بس موضوع ان شاء الله سهل مفيش فيه مشكلة خالص، و برضو هتعملوا لي ابلود للبحث، وهختار مجموعة نقعد نتناقش في المجموعة اللي هختارها راندم، ولازم اللي اختاره مش هيكون في وقت طبعا ان هو يلحق يحضر نفسه. فانت معاك اسبوع تعمل فيه بحث، اسبوع ده حضرتك تقرأ في الموضوع وتشوف على جوجل وتريسيرش وتشوف الموقع بتاع وزارة المالية ومصلحة الضرائب وتقارن لي وتقرأ كل حاجة. انا عايزك فاهم كل حاجة، اتفقنا؟ فلما اجي اقول لحضرتك هختار مجموعة هنعمل ميتنج زوم عشان اتناقش ويشرحوا لي الكلام ده، اتفقنا؟ فما ينفعش اختار حضرتك ومتبقاش فاهم الموضوع او عندك مشكلة، ساعتها مش هيكون كويس. تمام؟ هيبقى هنزل لكم الميعاد، بس غالبا يعني معانا اسبوع علشان الريسيرش، كل اسبوع هيبقى فيه ريسيرش في موضوع معين. تمام؟ اشوفكم على خير ان شاء الله، وربنا معاكم.